السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. نتكلم النهاردة إن شاء الله على حل امتحان الحاسب الآلي لمحافظة كفر الشيخ عام الدراسي 2023 الترم الثاني الصف الثالث الإعدادي. يلا بينا. السؤال الأول بيقول لي ضع علامة صح وعلامة خطأ. جميع أنواع البيانات الداتا تايب التي يتم حفظها في الذاكرة تشغل نفس المساحة. طبعا أكيد إيه غلط، لأن كل نوع له مساحة إيه مختلفة. تمشيا مع قواعد الاستخدام الآمن، يفضل أن تضع كلمة مرور سهلة للبريد الإلكتروني الخاص بك حتى تستطيع تذكره. طيب هو مش أي حد كده هيقدر إن هو برضو يعرفها، يبقى إيه الإجابة؟ غلط. مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم وعند تنفيذه تعود بقيمة، نطلق عليها الدالة فانكشن. طبعا الدالة فانكشن تعود بقيمة، يبقى الإجابة صحيحة. يصنف قيمة نوع الطالب ذكر أو أنثى أم أنثى ضمن البيانات المتنوعة المنطقية. المنطقية أو اللوجيكال، يا ترو يا فولس، أه يا لأ، وهنا ذكر أو أنثى، يبقى حاجة من الاتنين، يبقى الإجابة إيه؟ صح. الإجراء procedures عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات يتم تكرارها عدد محدد. طبعا أنا بعلن على الإجراء مرة واحدة، ولكن بيتم تكراره أو استدعائه إيه؟ أي عدد، يبقى هنا إيه؟ غلط. طيب السؤال اللي بعده، جملة نقط تستخدم عندما يكون التفرع معتمد على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة. طبعا جملة الايه؟ select case. يستخدم امر نقط في الاعلان عن الثوابت الكونست. نقط عبارة عن سلوك عدواني متعمد. طالما قال لي سلوك عدواني يبقى على طول ايه؟ التعدي الالكتروني. تعدي الالكتروني. طيب رقم 4، جملة نقط جملة شرطية. جملة شرطية أو جملة تفرع تعني أنه لو تحقق الشرط من كذا. طيب هنا في حتى في الاختيارات مش عندي إلا جملة واحدة اللي هي إيه؟ إف زين، يبقى دي رقم 4. الخطأ فيه ناتج تشغيل. طبعا هنا مش عاوز النوع، هو عاوز خطأ من أنواع الأخطاء اللي هو عند طبعا الموجود اللي هو إيه؟ اللوجيكال أو الخطأ المنطقي. تمام. طيب ندخل على السؤال التاني، قيمة أسعار الأدوات المكتبية التي يتم تصنيفها كبيات إيه؟ أنت لما بتشتري مسطرة قلم كلام من أو كتاب أي حاجة، الفلوس اللي أنت هتدفعها طبعا هنا رقمي، يا رقم صحيح يا غير صحيح، لكن متنوع لأ. طيب الفلوس مش أنت ممكن تبقى فيها كسور، يبقى إذا أكيد تبقى رقمي إيه؟ غير صحيح. طيب سؤال تاني، لتشغيل برنامج الفيجوال بيزك دوت نت نضغط على مفتاح طبعا F5. الصيغة الصحيحة للإعلان عن متغير، يبقى لازم يبدأ بدم. المتغير ايه؟ العنوان او السيتي. طب العنوان ده عبارة عن ايه؟ عنواني شارع كذا، اه يبقى هنا رق ايه؟ حرفي. طيب يبقى هنا دم كله بادئ بدم، تمام، لكن هنا از ايه؟ ديسمال 10، يبقى غلط. از بايت صحيح، غلط. هنا سترينج، يبقى هي دي. تستخدم جملة نقط لتكرار. عندي جملتين للتكرار، يا الفور نكست يا مد واي، كود معين لعدد من المرات، تمام، غير معروف النهاية، غير معروف النهاية أو جل بناء على شرط، يبقى طبعا دي الدوايل لوب. طيب الناتج النهائي للمتغير A في المعادلة A بيساوي 2 زائد 3 ضرب 4. طبعا مفيهاش مشكلة، يبقى هناخد عملية الضرب الأول، أنا هبتسبق في العملية. 3 في 4 بكام؟ ب 12. 12 زائد 2 يساوي كام؟ 14. السؤال الرابع، طبعا ده من الأسئلة السهلة جدا مفيهوش حاجة، الغرض من الكود إيه؟ طب أنا أعرف الغرض منين؟ هنشوف هنا الجملة اللي بيشتغل عليها الكود اللي هي قاعدة الفور. طبعا هو بيطبع المتغير اللي اسمه ام اللي عداد بتاعي او الكاونتر. هنا هبدأ منين؟ من 5 لعند كام؟ 9. طيب يبقى هنا هنقدر نقول ان هو بيطلع رسالة او طباعة الاعداد من 5 إلى 9، بس كده؟ اقول لك لا، هنا بيقول لي ستيب 2، يعني معنى كده بمعدل زياده ايه؟ اه يبقى هنا طباعه الاعداد الخمسه دي ايه؟ فردي، يبقى طباعه الاعداد الفرديه من 5 إلى 9. تمام؟ طباعه الاعداد الفرديه من 5 إلى 9. طيب بيقول لي يتم تنفيذ الكود عندما يقع الحدث، ايه هو الحدث؟ طبعا انت اساسا كده كده ما عندكش الحدث واحد في المنهج اللي هو الحدث اكليك اهو. تمام كده. طيب هنا اكليك على اداه التحكم، ايه هات اللي جاب ليها؟ جاب ليها ايه؟ هتقول لي اللي هي الريبيت ديت. لا مش ريبيت، لازم بعد الصب، اسم الاداه اللي بيجي بعد الصب ده بي تي بي تي بي يو تي اندرسكور ريبيت،
يبقى هنا أداة تحكم ب يو تي اندرسكور بي. طيب ينفع ان انا اكتب من البي يو تي بس؟ لا، لازم دي كلها على بعضها أداة تحكم. طيب الاعلان عن المتغير ام تم باستخدام الامر ايه؟ ام جيب لها امر ايه؟ طبعا اي طالما جالي متغير يبقى هيعلن ايه؟ بالامر دم. جملة التكرار المستخدمة احنا اشتغلنا عليها في الاول، اللي هي جملة ايه؟ الفور نيكست، فور ثلاث نقط نيكست. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب واشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس يصلك منه كل جديد، ما تنساش موجود على القناة مجموعة من الشرحات، الشرح كامل للترم الاول والترم الثاني، ومجموعة من امتحانات المحافظات للعام الحالي والعام السابق والاعوام السابقة. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.